الآن مشاهدينا إلى الأحوال الجوية والطقس. نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا يوسف وشكرا نهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نتعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24 والجو فيها حار، في الأسكندرية 28 20 وفيها الجو مائل للحرارة، في مطروح 26 18 الجو فيها معتدل، في بورسعيد 27 22 والجو فيها مائل للحرارة، في الإسماعيلية 35 23 الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 22 والجو فيها حار، في العريش 28 21 والجو فيها مائل للحرارة، في طابة 35 24 الجو فيها حار. أما عن شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى هناك 37 درجة والصغرى 26 درجة والجو فيها حار، في الغردقة 28 والجو فيها حار. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 44 درجة والصغرى 28 والجو هناك شديد الحرارة، في أسوان 44 28 أيضا الجو هناك شديد الحرارة، في الوادي الجديد 43 25 الجو أيضا هناك شديد الحرارة، في شلاتين 38 26 الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 33 28 والجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.